لله. لن نفرط في نقطة دم واحد ولا روح شهيد واحد ولا إنسان اتصاب. كل اللي انتوا قدمتوا أرواحكم فيه شعب مصر صايل الأمانة لنهاية الكون بفضل الله. النقطة الثالثة، بنحتفل بأكتوبر كل سنة بقالنا 49 سنة. ما بنحتفلش بأكتوبر كل سنة عشان أحكي حكاية، لأ، عشان آخد درس وأشوف إيه اللي فات، طب أنا هعمل إيه دلوقتي؟ طب أجهز نفسي للمستقبل إزاي؟ طب ليه كان أكتوبر؟ ببساطة شديدة لأن مصر نامت وصحيت يوم 5 يوليو 67 لقت إسرائيل خدت سيناء. أوهمت الدنيا كلها إحنا عايزين حل سياسي، وقعدنا نمسك كل مشكلة. سات التراب 20-22 متر بزاوية 45-50 درجة، هيطلعوا العسكري إزاي؟ والعسكري مش بالشياكة دي، ده العسكري شايل على جبهته 35-37 كيلو، 4 كيلو ولا 100 جرام، 150 طن قنابل تعيين، معاه تعيين قتال وطوارئ قبل يومين، مية يومين، أدوات الحفر الفردية، مهمات الوقاية بالغازات السامة. طب ممكن يشيل شايل جزء من ماسورة مدفع، أو شايل جهاز سلكي، وطالع المصريين ما بيلموش، أما ابتكروا سلم الحبال. والعسكري شايل السلم، لكن في السلم حبل 25 متر وحبل 25 متر بينهم رمل الخشب، واتلف الحبل وشالوا عسكري على كتفه. طلع الساتر الترابي جنبه عسكري تاني معاه زاويتين حديد الزاويه 3 قدم 90 سنتي، جنبه عسكري تالت معاه مرزبة حديد. دي مجموعه عمل على طول مؤقت القناه، اكتر من 720 مجموعه عمل عشان يطلعوا الساتر الترابي بمنتهى القوه، والساتر الغربي ماسك الشرقي ماسك الجانب الاسرائيلي ومواقع خط مليك بيضربوا لمنظم الصرمه القديمه. مفيش مخلوق رافع راسه عشان العسكري اللي معاه الزاويه يوصل يحطها، اللي معاه مرزبة يثبتها، حط الزاويه الثانيه، اللي معاه المرزبة يثبتها، اللي معاه الحبل يحط اول عقله ويدوس عليها برجله يفرد السلم العسكري تطلع على الحبال. قالوا تحاسبين تقلنا الصخره الواحده في الساتر الترابي ده محتاجه قنبله نوويه. تحاسبين الله يرحمه سياده اللواء بقي زكي يوسف اللي مات 23 يونيو 2018 بالميه رحمه الله عليه. الميه والعساكر قاعده في اللاشات بترش وتروى الميه. قالوا على فكره انا كنت يوم 24 يونيو 2018 في محطه السي تي في المرج في الكنيسه، قلت لهم على الهواء اذا كانت حاسه بيه